حالة من الهدوء والسكون كانت تعم تركيا ومدنها قبل أن تحل الكارثة. فمع فجر اليوم الاثنين وبحلول الساعة 2:17 بتوقيت الجزائر، استيقظ الأتراك والسوريون على زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة. فاجعة مست دولا أخرى كالعراق، لبنان والأردن. مشاهد تحبس الأنفاس وآلاف الإصابات، ضحايا الزلزال في ارتفاع مخيف. فمع ظهيرة اليوم تم تسجيل 1014 قتيلا في تركيا و830 بسوريا، ولا تزال القائمة مفتوحة والبحث عن الناجين تحت الأنقاض متواصلا. دمار شامل وخراب تام هي أضرار مدمرة خلفها زلزال تركيا، وأكبر كارثة شهدتها البلاد منذ فاجعة 39900 جعلت العالم يستذكر المأساة الأليمة. نسأل الله اللطف والسلام لأشقائنا في كل من تركيا وسوريا.